السلام عليكم. بعد زلزال تركيا وسوريا وتحذيرات من زلازل في الأردن ولبنان ومصر، يجي سؤال مهم: ليه بيحصل زلازل؟ أو إيه الأسباب اللي بتخلي الزلزال يحصل؟ راح آراء العلماء إلى إن الزلازل بتحصل بسبب كثرة الأمطار، وكمان من ضمن العلماء دول البروفيسورة جيلان فولجر وزملائها بقسم علوم الأرض بجامعة درهام اللي في إنجلترا، وقالوا في مقال نشرته البروفيسورة عبر موقعها إن في هناك علاقة بين نزول الأمطار والزلازل، واستندت إلى سجلات نزول المطر وحدوث الزلازل في مناطق معينة بألمانيا سنة 2002 وسويسرا في سنة 2005 عشان تؤكد وجود علاقة بينهم. ده غير إن البروفيسور الدكتور شيمون وديونيسكي بقسم الجيولوجيا بجامعة ميامي في الولايات المتحدة ربط برضو بين حدوث زلازل تخطت قوتها 6 ريختر في تايوان وهايتي بنزول الأمطار بشدة في نفس المنطقة قبلها، وده كان من خلال فحص تاريخ تايوان لمدة 5 سنين فاتت، وتم الإثبات بالدليل القاطع إن الزلزال اللي ضرب تايوان في 1999 وبلغت قوته 7.6 ريختر حصل بعد 3 سنوات من السيول اللي نزلت فيها، ووصل ارتفاع ماء المطر فيها وقتها لمترين. وعالم الجيولوجيا جون راندل البروفيسور في جامعة كاليفورنيا وضح السبب. قال لك إيه بقى؟ قال لك يا سيدي إن مية المطر بتتسرب لأحد الفوالق اللي في الأرض وبتعمل ضغط بين الصخور بشكل كبير، والضغط ده كافي انه يحرك الصخور ويعمل هزة في الارض في صورة زلزال ممكن انه يكون محسوس لينا او غير محسوس، وانه يكون غير محسوس ده الاغلب. ومن الواضح ان علاقة نزول المطر بحدوث الزلازل علاقة قائمة وموجودة فعلا، بدليل ان علماء الجيولوجيا بيدرسوها فعلا. ده غير انها علاقة معروفة ومتسجلة في سجلات هيئات الطقس وسجلات مراصد الزلازل، حتى ان الدكتور كليف كولين خبير الزلازل الشهير في استراليا قال في تصريحات ليه إن حدوث الزلازل ده مفيد جدا للإنسان ومهم جدا للحياة على كوكب الأرض. هتقول لي ألا مفيد كمان؟ هقول لك هو قال كده، أنا ماليش فيه، بس تعال نفهم وجهة نظره. هو بيقول إن الزلازل دي جزء من دورة حياة الأرض، وقال إن الزلازل بترفع العناصر الأساسية اللي بنحتاجها في الزراعة والصناعة من باطن الأرض لفوق لحد ما توصل لسطح الأرض، فيقدر يستفيد بيها الإنسان في الزراعة والصناعة. ده غير إن الزلازل بترفع البترول والزيوت من باطن الأرض لفوق، فتسهل على الإنسان عمليات التعدين والحصول على المعادن والبترول والوصول ليها بسهولة عن طريق الحفر البسيط في الأرض بدلا من إننا نغوص في أعماق الأرض. واللي ربط الأبحاث العلمية دي بالدين كان الدكتور المصري والداعية الإسلامي عمرو خالد، لما قال إن في آية واحدة في القرآن بتجمع كل اللي قاله العلماء ده، والآية دي في سورة فصلت، الآية رقم 39: بسم الله الرحمن الرحيم، ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير، صدق الله العظيم. وفسرها بأن ربنا بيقول إذا أنزلنا على الأرض ماء زي المطر الأرض بتهتز. ولو بصينا على تعريف الزلزال هنلاقي أن الزلزال تعريفه هو الهزة الأرضية، فاعتبر الدكتور عمرو خالد هنا أن ده تأكيد من القرآن على علاقة الأمطار بالزلازل، وقال إن معنى كلمة ربط يعني ارتفاع الشيء لأعلى، واللي فسره الدكتور عمرو إنه ارتفاع البترول والمعادن والإخراجات اللي بتحسن جودة الزراعة. وبكده نكون عرفنا إن الزلازل ممكن تكون خير وفيها نفع للناس، وده كان منظور آخر للزلازل. وبس يا سيدي، الحلقة دي كانت عن الزلازل بس بمنظور جديد ومختلف. لو المنظور ده كان جديد عليك ما تنساش تقول لنا رأيك في التعليقات.